بسم الله الرحمن الرحيم، أصدقائي الأعزاء، مساء الفل، كل سنة وأنتم طيبين، ويا رب رمضان كريم وسعيد علينا جميعا. خلاص الأيام بتخلص والليالي الجميلة بتنتهي جدا، والطلب مني بصراحة، يعني الموضوع طلب مني وقالوا لي كلمنا بقى عن البهاق، وإيه الجديد في البهاق، وهل البهاق ده مرض بيتعالج ولا ما بيتعالجش، نسيبه ولا ما نسيبوش، البروجنوزز ايه. انا دايما بقول البهاق مرض مزمن ما بيخلصش، بس ما يتسابش، ولو اخلصنا في علاجه هيخف، بمعنى محتاج صبر والتزام. في اماكن صعبة جدا في علاجها، بس في حاجات كتيرة جدا جدا سهلة جدا 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 في علاجها. واظن احنا، وانا من الناس والتيم اللي معايا كله في العياده، بنعشق الحمد لله رب العالمين علاج البواق، والحمد لله رب العالمين الشباب عندي بروفيشنال كلهم دكتور نسرين، دكتور شيرين، دكتوره هبه، دكتوره كريستينا، وطبعا بروف غاده، كلهم نعشق، ويمكن يعني عاملين نتائج يمكن تضاهي او يمكن احسن من بره. وعشان كده حتى شركه اكسبليكس بتاعت الاكزايمر ليزر اعتمدت نتائجنا اكتر من نتائجهم، يعني احنا بينا ريفرنس ليهم. الموضوع محتاج صبر والتزام واخلاص ومتابعه، هتلاقي الحاله ان شاء الله باذن الله تعالى بيخف. طيب هاو to deal with محاضرة بهاء فيتيليجو. How to deal with patient suffering from vitiligo. واحدة واحدة كده. أنا مبدئيا في عرفي البهاء مش هيتعالج من غير فوتوثيرابي. مش هيتعالج. يعني اللي بيكتب روشتات للبهاء يقول لك تاخد استرويد وتاخد توبك الاليديل والكلام الفارغ ده مش علاج. ولو العيان اتحسن وانصوا عيان مش هيخف. الريكرنس از رول. طيب نبدا واحده واحده كده، وفي 5 دقايق ان شاء الله نلم المواضيع كلها. جالك العيان عنده فيتيليجو، يو هاف تو فاليويت، شوف الاماكن بتاعته، شوف نسبة الفيتيليجو في جسم العيان قد ايه، اماكنها فين، ونبدأ نشتغل. هو بتفترق من مكان لمكان؟ اه طبعا. طيب مبدئيا هو البهاق ايه؟ اوتو اميون ديزيز، والله لا اما هيمورال، لا اما سيل ميدييتد، لا اما ليه نيورولوجيكال باك جراوند باثوجينيسيس اللي بيفسر السيجمنتال فيتيليجو. وهي الفكرة كلها في البهاء حتة اتدمر فيها الميلانوسايت، والميلانوسايت دي ما بيحصلهاش ريجنريشن ابدا. يعني انا بتولد ب 10 ميلانوسايت بموت بال 10 ميلانوسايت. طب لو واحدة ماتت خلاص لا تستعوض، انما اختها ممكن تحل مكانها، تطول دندرايت بتاعتها، تزود الاكتيفيتي بتاعتها، وهو ده الامل. يبقى ما فيش حاجة اسمها ميلانوسايت هتتولد من جديد او يحصل لها ريجينريشن، انما ممكن اخلق ميلانوسايت. منين ممكن اخلق ميلانوسايت؟ ممكن اخلق ميلانوسايت من البيجمنتد هير. يبقى البيجمنتد هير اللي عندي ده مليانه قطع غيار ستيم سيلز للميلانوسايت، ممكن اخلق ميلانوسايت. علشان كده الشعر الاسود، اذا وجد الشعر الاسود في الفيتليجنس ليجن بفرح جدا، الامل عالي جدا. والكلام الجديد دلوقتي احنا غير ان انا بنشط الميلانوسايت ترانسفير من الهير فوليكل اتسلف، ده انا بقوي الشعر كمان. الكلام الجديد خالص بقى، يعني انا هقوي الشعر، ما انا كل ما بقوي الشعر كل ما زود الثيكنس بتاع الهير، كل ما هيزيد الستيم سيل اللي فيه. يبقى فرصة ان انا اولد ميلانوسايت من البيجمنتد هير في الفيتيليجنس ليجن اعلى. نت بيقطع معلش.
طب نعمل ايه؟ بصوا معايا بقى واحده واحده. جالك عينه عندها فيتيليجينس ليجن في الفيس والترنك والهاند واللم، هنقول لها ايه؟ في علاج؟ اه طبعا في علاج. تعال نشوف هنعمل ايه. العلاج على 3 مراحل. اول مرحله الطمانينه النفسيه. انا ما بضحكش على العيان، يا عيان انت هتخف، بس الموضوع محتاج اسمع بقى الكلمتين بتوعنا، ها برافو، صبر والتزام. الموضوع محتاج ايه؟ صبر والتزام. تمام. رقم 2، هنبدا ندي الروشتة. مش احنا اتفقنا ان البهاء ده اميون ريسبونس ديس اوردر؟ يعني يا اما سيل ميديتد ديس اوردر، يا اما هيمورال ديس اوردر، ويوجد ما يفسر ده ويوجد ما يفسر ده. طيب ما تيجي بقى ناخد حاجات تصبرس الاميونيتي. ركز معايا بقى من الفكر، انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اصبرس الاميونيتي في فيتيليجينس ليجن. وبعد ما يصبرس الاميونيتي عايز انشط الميلانوسايت اللي على البريفري، وعايز انشط الهير فوليك اللي الميلانوسايت اللي فيها انها تنزل في فيتيليجينس ليجن. قول تاني، عندك حته فيتيليجينس خالص دي بيجمنتد ليجن ميلك وايت مكيول، هتجيب لها الصبغه منين؟ الميلانوسايت مش هتتولد من جديد، لا ممكن تتخلق من جديد من هير فوليكل. طيب انت عشان تطلع الميلانوسايت من هير فوليكل عايز امنها الاول، فندي اميونو سبريسيف. واحلى اميونو سبريسيف الاسترويد، وامن اميونو سبريسيف البالس اورال ثيرابي. بندي اورسين سوليوبريد خميس وجمعه، او 5 اقراص يوم خميس، وهذه الجرعة آمنة بشكل كبير جدا جدا. يبقى أنا كده عملت سبريشن الاميونيتي، حلو قوي سيستيميكالي. طب وتوبيكال؟ حط توبيكال استرويد في الفيس، توبيكال اليديل في الفيس أو الترانك، حط الترولمس، الحاجات الجميلة جدا جدا جدا. خلي بالك اليديل ما اشتغلش في الفيس والجينتال اري، اليديل في الفيس محدش عارف ليه، انما الترولمس اشتغل في اي حته، الاسترويد اشتغل في اي حته، بس تكر من استخدامنا الاسترويد في الفيس عشان الموضوع مطول شويه، فممكن يجي لك شويه كومبليكيشن من الاسترويد. اي هرشيتيزم بقى، يجي لك ترانجكتيزيا، روزيشي، سكن اتروفي، اتكتر جلوكوما، فيعني مش هقول لك ما نستخدموش، بس نتكر منه ما دام بيه بديل وامن، اللي هو الاليديل في الفيس او الترولمس في الفيس او الترانك، هيبقى الدنيا هايلة جدا جدا. يبقى كده رقم 1 احنا بنتصبرس الاميونيتي بالبلس اورال سيرابي، البلس اورال سيرابي والتوبيكال ايذر استرويد او الاليديل او الترولمس. طيب كده الميلانوسايت عندها استعداد تخش من الهير فوليكل جوه الفيتيليجنس ليجن تبدا تشتغل، او الميلانوسايت اللي على البريفري تبدا ترمي البيجمنتيشن بتاعتها وتطول الدندرايتس وتبدا تشتغل. بس ايه اللي هيهيجها؟ ايه اللي هيخليها تشتغل؟ مفيش غير الفوتوثيرابي. الفوتوثيرابي، طيب الفوتوثيرابي يا جماعه ان ذا فورم اوف ايه؟ 1، طبعا الساحق المحق الذي لا يصد ولا يرد، الناروباند يو في بي اللي عند ناس كتير جدا وكلنا بنستخدمها وحاجه تحفه، اي لاف ات. وهنا بنبدأ بالليست دوز 0.2 جول، 0.3 جول، وبزود 0.1 جول كل جلستين ثلاثة، وبيعمل العيان من جلستين لثلاث جلسات في الأسبوع ما بين الجلسة والجلسة. لازم يوم، ما ينفعش يومين ورا بعض، وأقعد أزود في الجولز، أزود كل ثلاث جلسات 0.1 0.1، أزود 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 لغاية ما العيان يحصل له some sort of erythema أو نسميها زي بيرن first degree burn. هنا بوقف اسبوع، يعني لازم يحصل، لازم يحصل، مش هبزود. طب حصل، بتوقف اسبوع وتبدا ب 70% من قيمه الجلسه اللي ساعته، اتلسع عند 2 جول، 70% بتاعتها 1.4 جول. يا هنزل قوي كده؟ ايوه انزل انزل، ما خلاص الباند بتعمل على الجسم كله، عشان كده ابدا بجرعه بسيطه. انما بقى ما تيجي تتكلم على الساحق الماحق الذي لا يصد ولا يرد، معنا الدكتور نسينا شايفها طبعا اكتر واحده في مصر اشتغلت على الاكزايمر ليز، وتقول لكم على النتائج بتاعتنا عامله ازاي، حاجه فوق الوصف. وحلاوه الاكزايمر بقى انت بتشتغل بمزاج،
انت ده فوكس فوتوثيرابي، انا بشتغل على الليجن نفسه، ماليش دعوه بالنورمال سكان، انا بشتغل على الديزيز اريا. عشان كده الجرعه بتاعتي بتبقى اعلى، تمام، والنتائج بتاعتي بتبقى اسرع واجمل. يعني اللي بيعمله النارو باند في 100 جلسه هيعملوا اكزايمر في 25، صح ولا لا؟ محدش بيقول لي صح ليه؟ صح ونص على فكره. والاكزايمر من كتر ثقتي فيه، انا بقول للعيان لو ما شفتش نتيجه بعد 10 12 جلسه مش هتشوف نتيجه، وغالبا بنشوف نتائج. يعني الفيس ده بيقفل على طول، بالي اوربت هتقفل على طول، اي حته في الفيس هتقفل على طول، في الترانك النتائج تحفه، البونيه ما اقولكمش على الحلاوه. يمكن الحته اللي بتعصلك معانا شويه هي طبعا ايه اطراف الصوابع، ودي ليها تعامل اخر. طيب يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي على الروشتة في السريع، واتكلمنا على الفوتوثيرابي. طيب انت عايز تزود حاجه على الروشتة؟ اه طبعا، البيبرز كتير قالت لك على الجينكو بايلوبا، على الفوليك اسيد، على الفيتامين بي، الحاجات دي كلها من الحاجات الافكتيف وتستخدم كنارشمنت للميلانوسايت. فروشتتك كده بالس سترويد ثيرابي يوم الخميس والجمعه، قرصين وقرصين، فوليك اسيد، جينكو بايلوبا، نيروفيت، انتوكس، كل الحاجات دي من الحاجات الجميله جدا 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 مع الفوتو ثيرابي. طيب عايز توقف البروجريشن، انت شغال وهي شغاله، انت شغال بالفوتو ثيرابي والتريتمنت والموضوع شغال، توقف البروجريشن ازاي؟ بالمينوسايكلين الساحق الماحق الذي لا يصد ضرر. المينوسايكلين 100 ملي جرام في اليوم مده 3 شهور، والله لا يقف البروجريشن، والله 100 ملي جرام لا يقف البروجريشن. والمينوسايكلين كلنا عارفين ان هو انتي بايوتيك، بس ليه انتي اوكسيدنت افكت رهيب جدا، ومن الحاجات اللي بتوقف البروجريشن بتاع الديزيز برهابه. يعني تاخد 3 شهور لا يمكن تشوف نقطه فيتيلوجو تزيد بعد سنه او خلال سنه. من الحاجات التانية اللي الهنود قالوها الميزوتريكسيت. الميزوتريكسيت انا ما بستخدموش كروتين، بس ممكن استخدمه علشان اوقف البروجريشن، وممكن استخدمه علشان ايديا مش مالكه قوي استخدم دسترويد في حاله مثلا واحد دايبيت جامد، واحد هايبرتنسف جاد، فنلجا للميزوتريكسيت شويه كاميونو سبريسيف تول، وهيسعفني جدا 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 جدا. طيب حالات ريزيستنت مش هقول لا، الفايف فلورو يوراسيل، وارجوكوا ما حدش يحقنه، نستخدمه بالدرما بين، او الله يرحمه الدكتور تاج كان يقول لنا ايه، بالاربيوم ليزر، فراكشنال اربيوم، انا بستخدمه بالفراكشنال كربون دايكسايد، حاجات جميله جدا، واحط عليها الفايف فلورو يوراسيل او بالديرما بين وفايف فلورو يوراسيل وذ اكلوجن، بتعمل مره في الشهر بس، ونتائجه حلوه جدا، اسمه في سوق يوترال، من الحاجات الحلوه جدا 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 ولطيفه، وبتجيب نتائج في الحاجات الريزيستنت. طيب ما زالت الحاله ريزيستنت، طبعا الجاك انهبيتور بقى، وده الموضوع الكبير كبير كبير كبير، لو اقول لكم هنت على فكرته بس، الجاك انهبيتور، جاك انهبيتور العلبه ب 23000 جنيه يا راجل، فيعني مش هنضيع وقت فيها، بس اقول لك الفكره بالظبط. ايه الجاك ده؟ ايه الجاك ده؟ ان ده عندي خليه شريره اسمها سي دي 8 سايتوتوكسيك، سي دي 8 خليه شريره، الخليه دي مرات بيجي لها تعليمات شريره، عشان هي خليه شريره بيجي لها تعليمات شريره، يعني سايتوكاينز تعدي ترانس ممبرين ريسبتور، الريسبتور ده عليه حاجه اسمها جاك، بينشط حاجه اسمها ستات، جاك ستات روح داخله جوه النيوكليس تستيموليت الانفلاماتوري جين عشان تطلع انترفيرون او جاما انترفيرون عشان تعمل ديستراكشن للميلانوسايت. ايه ده؟ تاني 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 تاني، خليه شريره اسمها سي دي 8 سيل، الترانس ممبرين ريسبتور عندها في تعليمات شريره ليكوترينز سايتوكاينز تجي لها علشان تستيموليت حاجه اسمها جاك ستات ميكانيزم، الستات ده يروح داخل جوه النيوكليس استيموليت انفلاماتوري جين يطلع جاما انترفيرون، الجاما انترفيرون ده ميه نار،
رصاصة مسدس تدمر لك الميلانوسايت. فالجاك انهبيتور ده حاجة تروح ماسكة جوه الجاك تمنع ان الجاك يستيموليت الاستات، يمنعه انه يخش على النيوكليس، يمنعه انه يطلع الجاما انترفيرون. ببساطة شديدة مشكلته ايه يا جماعة؟ غالي جدا جدا جدا، والوحده اي ثينك برضو من غير فوتوثيرابي ما بينفعش. طيب عندك ايه جديد؟ الميلانوسايت ترانسفير والساكشن بليستر، الحاجات اللطيفة اللي هي بقى الانترفينشن عندنا. الميلانوسايت ترانسفير احنا بناخد حتة جلد صغننة خالص من عيان، حتة صغننة قوي صغننة بجد، ودي تكفي حتة كبيرة. ناخد حتة صغننة ونحطها في محلول التريبسن، نحطها في الانكيبيتور، بعدين نطلع نغسلها كويس قوي بسلاين او بحاجه اسمها انت تريبس مش موجوده السلاين، وبعدين نقعد نحك في الانر سيرفس في حته الجلد بسن سرنجه كده، فهينزل الميلانوسايت جوه المحلول. نقول تاني انا خدت حته جلده، في ناس بتقطعها بمجوس، في ناس بتقطعها بالجرافت بتاع السيرجيكال جرافت ماشي، في ناس بتقطعها بمش حته الجلده صغننه خالص، نحطها في محلول التريبسن، نسيبها في الانكيبيتور ساعه الا ربع، بعدين نطلعها نكحتها. هتبقى سهله الكحت جدا 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 من الانر سيرفس طبعا بتاع السكن. هينزل لك الميلانوسايت جوه المحلول، تاخدها تحطها في انبوبه في الانكيبيتور في سنترفيوج على 2000 ار بي ام، تلفها تلت ساعه، ترمي الميه، تاخد البريسبت ده، البريسبت ده مليان ميلانوسايت، تروح جاي على الفيتاليجنس اير تكحتها. عبك حتى بيه عارفين عبك حتى بيه، يعني في الكتاب بيقول لك ايه بالديرما بريش، ابك حتى بصنفره صنفره لغايه ما يحصل لي بوينت بليدنج، اروح جايب الخلايا دي بقى اللي هي في الانبوبه واحطها. بيقول لك ايه وحط عليها سيليكون شيت، ولا سيليكون شيت ولا حاجه. عارفين الشاش الفازلين؟ شاش الفازلين الشاشه اللي فيها فازلين بيرجعوا بيها، البلاستيكه اللي عليها اروح حطه عليها واقفلها 10 ايام واتفرج على الحلاوه. هل هيرجع البيجمنتيشن؟ لا طبعا، انا حطيت ميلانوسايت عشان يرجع بيجمنتيشن. اي هاف تو يوز الفوتوثيرابي، الفوتوثيرابي الساحق الماحق الذي لا يصد ولا يرد، الاكزايمر ليزر. طب هايل. طيب عشان برضو ما اطولش عليكم بقى في عليكم كده. طب لو واحد عنده بقى فيتيلجو كتير جدا جدا جدا، مالي جسمه وحته نورمال سكين بسيطه جدا في الفيس ومضايقاه، حد يعرف يقول لي نستخدم لها ايه؟ مونو بنزايل ايثر في هيدروكينون 25% وريسنتلي 40%. طب مفيش حاجه استر اسرع واسهل؟ طبعا الله يرحمك يا دكتور تاج، كنت دايما تقول لي ايه؟ الكرايو، حته فيتيلجو صغيره ارسعها بكرايو، الساحة بكرايو، نتائجها جميلة جدا. طيب في حاجات بسيطة جدا يا جماعة، وكلنا 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 بنعرف نستخدم البانش بايوبسي، مفيش أبسط منه ولا أسهل منه. بناخد بانشات بانش بايوبسي عينات من نورمال سكين على انر اسبكت اوف ذا ساي، نحطها في معلوم ملح، وناخد بانشات بايوبسي من فيتاليجنس دي وارميها، وخد بقى البانشات اللي أنت خدتها من النورمال سكين دي والزقها فيه. تمام؟ وبعد كده برضو نعمل الفوتو سيرابي، النتائج مرعبة من الحلاوة طبعا والجمال. كل اللي قلته ده في عجالة عن البهاء اللي انا بحبه جدا جدا جدا. اخر نقطة بس قبل ما اختم، عيان البهاء يستخدم سان سكرين ولا يقف في الشمس؟ ايه رأيكم؟ يعني في ناس يقول لك ايه يقف في الشمس عشان اللون يرجع، اللون اللي هيرجع ده عيان البهاء بيرجع من المصيف، البهاء عنده ظهران اكتر، ظاهر اكتر، ايه ظهران دي؟ ظاهر اكتر بكتير. ليه؟ الشمس هينشط النورمال بيجمنتد اريا اكتر، فالفيتيليجنس اريا تبان اكتر والشمس تحرق لك الفيتيليجنس اللي هي ما عندهاش فوتو بروتكشن فتدمر اللي انت بتعمله. يبقى عيان البهاء محتاج دايما للسان بلوك، عيان البهاء محتاج دايما للصن بلوك. كفايه موضوع طبعا
خبايا كتيرة وشغله كتير. آخر حاجة بس عايز أقولها وكلام جديد، لانج 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 لانج، البيولوجيك في البهاق قادم بقوة. رقم اتنين من الحاجات المهمة، ونفكر احنا قلنا انا بجيب الميلانوسايت منين؟ من النورمال بيجمنتد هير في الديزيز اريا. فلو الشعر عندك اسود هيبقى حلو جدا. طيب انا علشان ازود الشعر قوة وصلابة وسمكا وبيجمنتيشن، شعرك محتاج ايه؟ عيان البهاق دلوقتي اللي عنده نورمالي بيجمنتد اريا في الفيتيليجنس ليجن، بديله بيوتين فيتامين بي 7، بديله حديد، بديله زنك، بديله في الفيتيليجنس ليجن، وكلنا هنستخدم الكلام ده قريب وهفكركم، بديله في الفيتيليجنس ليجن مينوكسيديل، الكلام الجديد لانج، بديله مينوكسيديل في حته الفيتيليجنس. الله ليه؟ هو مش المينوكسيديل ده بيعمل فازو دايلاتيشن؟ مش المينوكسيديل ده بيطول الانجين فيز؟ مش المينوكسيديل ده بيقوي الشعرايه؟ مش البيوتين، البيوتين فيتامين بي 7 بيزود الثيكنس بتاع الشعرايه، وده اكتر حاجه في الدنيا تزود الثيكنس واللينس. كل الحاجات دي انا بنشط مصنع قطع الغيار بتاعي عشان لما اجي اطلب منه ميلانوسايت يديني. يلا كفايه عليك كده النهارده، وان شاء الله باذن الله تعالى بكره موضوع جديد. يا رب يكون موضوع الفيتيلجو وصل لكم، ويا رب دايما تطمنوا العيانين، البهاء بيخف، البهاء بيخف، البهاء بيتحسن جدا. البهاء من حاجات اي لاف ات، ناس كتيره جدا 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 بيحبوا يعالجوه، وبتحس بنشوه ونجاح رهيب جدا لما تشوف العيان خف وابتسم لك وقال لك تسلم ايديك. هسألكم دعاء، كل سنه وانتم طيبين، تصبحوا على الف خير. سلام عليكم.